عايزاكي معايا ومش عايزة مخلوق يعرف إن انت عايشة. هقعدك في بيت أبويا في آخر البلد، مهجور ومحدش بيروح له هناك. ما تخافيش، وهتبقي في أمان. هديكي كل اللي انت عايزاه، ولو مشيت زي ما أنا عايزة هنغنغك. مش كده وبس، ده أنا هركبك على رقبات الناس كلها بما فيهم صوفة. وانا هصدقك كيف؟ وانت كنت عايزه تموتيني. طب ما انا ممكن اموتك دلوقتي وادفنك هنا، لا من شاف ولا من دري، وانت كده كده ميته. اسمعي، انت ليكي حق ما تصدقينيش ولا تثقي فيا بعد اللي حصل، بس جربيني المره دي. هتخسري ايه؟ بالعكس، ده انت هتكسبي كتير قوي. خدي خدي السكينه دي وامشي من هنا دلوقتي قبل ما يجي صوفة. ايوه اسمعي الكلام، استنيني في اخر البلد وانا في خلال ساعه واحده هكون عندك. يلا يلا، مستنيه ايه؟ دريها بس، يلا. اتفضل يا صبحي باشا، معلش المكان مش قد المقام. لا مؤاخذة يا ست، اتأخرت عليكي. معلش ولا يهمك. كلمنا مهدي باشا. ايه الأخبار؟ فرحه بكره على بنت محرم. على فكرة أنت معزومة، أنت وبناتك، يا ريت تيجي. والمخفية اللي اسمها جبرية هتروح؟ أوه، أنت مالك أنت؟ خليكي في مصلحتك، اسمعي كلامي. ماشي الكلام. نزل يضرب. ايه بس، في ايه تاني؟ اوعدني الاول. اوعدك يا حبيبتي. مش لما تعرف الاول انا عايزه ايه؟ اللي انت عايزاه انا تحت امرك. لا كده بتضحك عليا واخاف منك. طب خلاص ما وعدكيش، كويس كده؟ لا، تعرف عايزه ايه وتشوف هتقدر ولا لا. ولو ما قدرتش انا يا شمس هتسيبيني؟ لا مش هسيبك، بس هبقى عايشه معاك غصب عني. خير. تشتغل يا فتحي وتحط في بالك انك يكون عندك بيت وعيله. ولازم يكون عندنا واد ولا بيت. حاضر حاضر يا حبيبتي. تضحك عليا وتقول لي حاضر حاضر. وده مين البايخ ده كمان؟ اوعدني وما توعدنيش، ده وقته اصلا. ده ايه ده؟ حاضر حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا باشا عمتي 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 حبيبتي. نورتي يا عمتي، نورتي. أنا قلت ما حدش فكر فيكم ولا جاب لكم وكل. جبت لكم جوزين بط، إنما إيه؟ تربية يدي. تسلم يدي. وأنت عارفة فوزية تربيتها كيف. خش يا بنتي دخليه على المطبخ. حاضر يا عمي. وأنت تعالى عايزاك. كذاب، عينيك فيها مليون حاجة وشكلك ناوي على شر. أنا؟ اكتم. أنت تسمع الكلمتين اللي أنا جاي أقولهم وتفهمهم زين، سامع ولا لا؟ ظلماني والله يا ست فوزية. يا راجل، إياك فاكر إن البيت الكبير ناسه بتاكل في بعض ومحدش فاضي يسأل على التاني، كل واحد فيه لافف حبل حوالين رقبته حيخنقه. لا تبقى غلطان. ولازمته ايه بس الكلام ده؟ شمس تبقى زي بيتي، شفتها بتكبر قدام عيني، والبيت الكبير اللي انت فاكر ان كل واحد فيه في وادي وما بقاش له كبير، انا بقى الكبيره بتاعته. واذا شميت يا فتحي ولا عرفت انك هتعمل حاجه كده ولا كده، انا اللي هقفلك. انا بحب شمس. حب ايه اللي بتتكلم عنه يا سيد الرجاله؟ انت لا بتعرف تحب ولا تكره. انت رجعت الشمس عشان الفلوس، الفلوس اللي هي هتاخدها تقوم تلحق تكوش لك على قرشين. وماله، مش عيب، ما هي الفلوس بتزل النفوس وتخلي الواطي عالي، لكن الفلوس بتزل النفوس الرخيصة، إنما النفس الغالية والأصيل لا عمره لا بيتزل
ولا بيطاطي، فهمني ولا قول كمان. هو في ايه؟ داخله فيا شمال كده عماله تديني في جنابي، ليه كل ده يعني؟ كل ده عشان رجعت الشمس؟ ياكي فاكرني يا واد مصدق انك رجعت الشمس حب وعشق وغرام. شمسي دي تشيلها جوا عينيك، واللي بيحصل جوا البيت الكبير مالكش صالح بيه. احنا عيله ناكلوا في بعض، لكن اللي يخش بناتنا نهرسه. بنت يا شمس، شمس. ايوه يا عمتي. تعالوا اقعدي، عايزاكي. حاضر. عايزاكي افهم. طب انا اقوم اعمل لك كوبايه شاي بقى بنفسي، منورانا يا عمتي والله. تسلم يا اخويا. متشكره قوي يا عمتي. شمس اسمع الكلام اللي هقول لك عليه ده وحطيه حلقه في ودنك، وياكي في يوم تنسيه. قولي يا عمتي. انت شمس بنت عبد الحكيم الله يرحمه، واخوكي ابقى مروان كبير البلد، واخوك الثاني حسن زينة شباب البلد كلها، وامك تبقى جبرية، وعمك عبد الله الله يرحمه كان سيد الرجالة، وعمتك تبقى فوزية. اوعي يا بنت اللي حصل ولا بيحصل ينسيكي الكلام ده، وفتحي ده ما عايزهوش في يوم من الايام شوفك ضعيفة ولا مكسورة، فاهمة ولا لا؟ قلبي وجعني قوي يا عمتي. وماله؟ قلبك يوجعك هنيه من الأربع حيطان، لكن تطلعي من البيت راسك مرفوع لفوق تطول السما ومحدش يقدر يطولها. وفتحي لازم يعرف ان انت رجعتي له عشان تحادي على بيتك، عشان انت عايزك ده مش عشان هو سيد الرجالة. حاضر يا عمتي. لازم أن تاخدي بالك منه وتحطي عينك عليه، يبقى زي الخاتم في صباعك، يعمل اللي انت بس عايزاه يعمله. فاهمة يا بت ولا لا؟ فاهمة. ايوه، وهفرشولك الفرش اللي يليق بيكي كمان، بس المهم تسمعي كل كلمة هقولها وتنفذيها بالحرف. اتفقنا؟ حاضر. خدي دول. ايه دول؟ شوية فكة كده تمشي بيهم نفسك. دول كتير قوي. بس تسمعي كل كلمة هقولها وتقولي حاضر وطيب ونعم. أنا هعملك اللي أنت عايزاه، ولو من غير فلوس كمان. مفيش حاجة من غير فلوس. لا تسألي بعمل ده ليه ولا لمين ولا عشان إيه. فاهمة ولا مش فاهمة؟ أنا من يدك دي ليدك دي. أي كلمة تتقال ما تخرجش بيناتنا احنا الاتنين. لو حصل غير كده هتشوفي مني وش تاني خالص. اتفقنا؟ اتفقنا. الو ماهر، ازيك؟ انا زينب عبد الله. انا قلت ان انت مش هتفتكرني بصراحه، انا بكلمك عشان عايزه اشوفك. اه يا ريت نص ساعه وابقى عندك. بنت حبيبتي الحمد لله، الحمد لله ان انت عايشة. انا لفيت عليك مصر كلها، الحمد لله ان انت بخير يا حبيبتي. بخير؟ انت شايفة كده؟ ايوه اهو
أنا لابساكي بإيديا وبسمع صوتك وحاسة بنفسك. ومن قالك إني عايشة ولا فيا النفس؟ أنا مت من زمان، مت من يوم ما شهدتي عليا في النيابة، لما قعدتي قدام وكيل النيابة وقلتي له أيوة شفتها وهي بتقتل. أنا مت يوم ما بعتيني عشان خاطر عبد الحكيم وولاده. ما تقولش كده يا حبيبتي، ما تقولش كده، ما تقولش كده يا بنتي. أنا عمري ما بعتك، ده انت حته من قلبي، انت اغلى من نور عينيا اللي بشوف بيها. بس الغالي ما بيتباعش بالرخيص. بس انا مش زعلانه، انا مبسوطه قوي. تعرفي ليه؟ عشان انا عملت اللي انت ما قدرتيش تعمليه. انا خدت طار ابوي وطار عمي عبد الله عشان انت ضعيفه. حوت حوت. عارفه يا نديم، اما المرض يخش جسم الواحد ويفضل ياكل فيه ما يسيبش فيه حته سليمه، والسوس اما يخش جوه العظم ويفضل ينخور فيه. أنا حصل لي كده يا بنتي، أنا حصل لي كده. كنت بقول لعمك عبد الله الله يرحمه، نفسي عبد الله أروح البلد ونبني له حتة بيت صغير على الأرض بتاعتنا ونقعد فيها، وأجيب نادية واخدها في حضني زي ما كنت بتجيلي وتقولي لي ما تخرجنيش من حضنك يا عمتي، ما تخرجنيش من حضنك يا عمتي، ما تخرجنيش من حضنك يا عمتي. فاكره ولا لا؟ مفيش حاجه من دي حصلت وعمك عبد الله زي ما انت عارفه نصب عليه وفلس وما بقاش حالته حاجه، وكل حاجة كنت بحلم بيها راحت، حتى انتي. أنا ما عرفتش أحافظ عليكي. أنا بكرهك وأنا بحبك. أوعى تقول أنا بكرهك تاني، أوعى يا نادية. بس أنا بكرهك وما حساش بذنب وأنا بقولك ده. وأنا هفضل عمتك، الصدر اللي كنت بتيجي تترمي فيه وتحس بالأمان. كلام، كل حاجة عشتها زمان كانت كلام، كل حاجة حلمت بيها كانت وهم. بس أنا مش بقولك كده وأنا زعلانة ولا ضعيفة، بالعكس أنا بقولك كده وأنا قوية أقوى من الأول 100 مرة. نادية اللي اتاخد منها كل حاجة، نادية اللي كانت مداس للي يسوى واللي ما يسواش، دلوقت هتمشي الدنيا كلها على مزاجها. أنا هخليكم كلكم زي اللعبة في يدي، زي العرايس اللي بيحركوها بالخيط كده. وبكرة تشوفي يا كريمة. كريمة انت ما تعرفيش عني أي حاجة، ما تعرفيش حصل لي ايه وانا بقيت بعمل ايه من ساعه ما حطيت رجليا في البيت الكبير وهم حقنوني في دمي سمه. مبقاش عندي قلب، بقيت عامله زي الافعى اللي يقرب منها ان شاء الله من بعيد تلدعه. انت ما بقيتيش عارفه عمتك. أنا نفسي ما بقتش عارفاني. أنا ما عاوزاش أعرف حاجة.
طول ما انا عايشه. ما تقوليش عمتي. انا عمتك غصب عنك، فاهمه ولا لا؟ طب بس كفايه عياط، ما تنسيش ان عندنا فرح مستنياكي. اسمع يا بدري، عايزك صحصح معايا انت بكل رجالتك. اسمع بس اللي بقولك عليه. فيلا مهدي تحط عينك عليها، تراقبها كويس جدا، اي حركه كده ولا كده تبلغنا على طول. سامع؟ انت مالك انت؟ هنبقى نسايب ولا انت بتتدخل في الحاجات دي ليه؟ خليك في شغلك، نفذ اللي بقولك عليه. ماشي خلاص، مع السلامه. مع السلامة. ماهر ازيك؟ يا زينب وحشاني، اتفضل. بصراحة أنا مش عارفة أشكرك إزاي إنك وافقت تقابلني. وأنا كان ممكن أقول لأ. بصراحة أنا ما طلبتش حد أعرفه غير لو عمل نفسه مشغول أو مش عارف هو بيكلم مين. يلا. سيبك منهم، المهم أنت عاملة إيه؟ طمنيني عليكي. الحمد لله. أنا كان ليا عندك طلب، ولو قدرت تعملهولي هتبقى خدمتني خدمة العمر. آه طبعًا، اتفضلي قولي. الحقيقة أنا عايزة أشتغل. ترجع البنك؟ لا، أنا عارفة إن موضوع البنك ده صعب جدًا. أنت عارف وقتها إن أنا كنت شغالة بمعارف بابا الله يرحمه. بس أنت كنت شاطرة. أنا مش عايزة أشوف حد أعرفه. مش عايزة أتعامل مع حد أنا عرفت معدنه خلاص بعد ما مشيت. آه، فهمت قصدك. بس أنت عارف إن أنا شاطرة وعندي خبرة و... طب أنا عايز أقول لك على حاجة. أنا أعرف مكتب محاسبة كبير قوي. مكتب زين. اه طبعا، مين ما يعرفوش. هو كان طالب ناس تشتغل، انا هرشحك وهدعمك بجد والله. لا ما تقلقيش، بس هو في نقطه، انا سامع ان المرتبات عندهم مش مجزيه قوي. لا خالص، مش مهم موضوع المرتب ده خالص، المهم عندي دلوقتي ان انا اشتغل بس. طيب ماشي، اتفقنا. ربنا يخليك يا ماهر. يلا تشرب ايه بقى؟ ممكن انا اشرب عصير برتقال. اتفضلي. مهدي بيه موجود؟ نقول لمين حضرتك؟ قولي له حد جاي لك من طرف محرم. اه دقيقة واحدة، اتفضلي. خير؟ في واحدة عايزة حضرتك تحت. طيب روحي انتي. نعم. اقعدي. انا مش جاي عشان اقعد. لو جاي عشان تقولي لي ارجع عن اللي انا نويت اعمله تبقي غلطانه. انت واخوكي بكره هتبقوا في السجن لو ما عملتوش اللي انا عايزه. ليه؟ يعني انا كنت فاكره ان انت عاوز تتجوزني انا. كل تصرفاتك كانت بتقول كده. محرم اللي بعتك تقولي لي الكلام ده؟ واطي قوي اخوكي ده ورخيص. معقول يبعت اخته تقول الكلام ده لجوز بنته ليله فرحها؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ على فكره محرم ما يعرفش ان انا جايه لك، ما عندوش اي فكره. بعدين هو انت مش كنت عايز محرم صبي من صبيانك؟ صح؟ انا والله كنت عامل لك كل اللي انت عاوزه ده. في ايه بقى؟ ريم انت بتحبيني ولا ايه؟ هو الموضوع مش حكايه حب، واكيد انت فاهم كده. بس انا وانت كنا نبقى ايد واحده، كنا هنقدر نوقف الدنيا وما نقعدهاش. صح؟ اللي دخل لبنا بقى في الموضوع عشان لعب يا حلاوه. كده اصول اللعب، عشان يبقى عامل زي البركان لما يفور يكسر الدنيا. انا وانت زي بعض بالظبط، اللي دخل لبنا بقى في الموضوع دي مش زينا خالص. عارفة المشكلة إيه؟ المشكلة الناس عارفة إن النهاردة فرحي على لبنى بنت محرم. عادي، مفيش أي مشكلة. يبقى ريم أخت محرم. محدش يقدر يقولك أي حاجة، محدش يقدر يقولك تلت التلاتة كام. أنت عارفة ريم إن أنا مبسوط جدا إن جيتيلي النهاردة؟ حقيقي، مبسوط.
انا هحاول اعمل لك اللي انت عايزاه بس بشرط. قول اللي انت عاوزه. بوسي جزمتي. انت مريض على فكره. بالعكس انا طبيعي جدا، من حقي اشوف اعدائي كلهم تحت رجلي، من حقي ادوسهم بالجزمه زي الصراصير. على فكره لو خرجتي من هنا من غير ما تعملي اللي انا بقولك عليه، اللي جاي هيبقى اوسخ من اللي فات كله، ليكي انت واخوكي وبنته. ايوه حجة البيت. تعملي ايه عندك يا فوزية؟ وايه يا حبيبتي الورق اللي في ايدك ده؟ بتسرقي يا فوزية بتسرقي؟ بقول لك ايه يا ولية انت؟ ما عايزاش اسمع لك حس. خلص حسك من الدنيا بعيدة وانقتم وسطك. ايه بقول لك ايه الورق اللي في ايدك ده؟ وانت مالك انت؟ مالا لما تململك؟ ورقي في بيتي وبيت ابويا وكل حاجه في البيت ده انا ليا حق فيها. ده كان زمان يا روح خالتك يخرجك بالسلامه يا مروان. اه والله يا اختي، قال لي يا ست كريمه كل حاجه تبقى في ايدك وانت اللي هتتصرفي، مفيش حد غيرك هيتصرف. طب يا ست كريمه بعدي عن خلقه اليومين دول لحسن انا عفاريت الدنيا والاخره بتتنطط قدامي حريم ورجال. يا سبحان الله، هو انا عفاريتي نامت وعفاريتك قامت؟ عفاريت لما ينططوكي زي القرد يا قرده. كريمه عايزه ايه؟ اتلمي. بقولك انت اللي اتلمي وهاتي الورق اللي في ايدك ده. بس بس بس، هي الواحده ايه؟ ما تعرفش تقيل ولا ترتاح في البيت ده؟ فيه ايه؟ ايه اللي في ايدك ده؟ ملكيش صالح انت كمان. يوه هاتي الورق يا فوزية، اسمع الكلام. مش هجيبه. خدي هنا راحة فين؟ هاتي الورق بقولك. قولي يا فوزية ايه الورق اللي معاكي ده؟ حجج البيت والأرض. طب حلوة قوي. هاتي الورق يا فوزية. هو ايه ده اللي هاتي الورق يا فوزية؟ اطلعي فوق يا فوزية وسيبيهالي. نعم يا روح أمك منك ليها؟ لا يا حبيبتي، ده أنا أمك وأنت الجوز. اصحي. حكيم انت ما شفتيش نعناع لما تفرش الملايه؟ والنبي يا اختي افرشيها، عايزه اشوف لونها ايه. لونها اخضر فستقي. انا بحب الاحمر يا روح امك. خد يا بنت هنا. كنت فين؟ لفيت عليها البلد كلها، من شرقها لغربها، مش لاقياها. انت لسه؟ لو بعد 100 سنة. ماشي، وأنا كمان لو بعد 100 سنة هدور عليه معاكي. لا، ده أنا مش هخلي خرم إبرة في العالم إلا لما ألاقيه بعون الله. عشان إيه قلبك حنين كده؟ يعني حسيت باللي أنا فيه ولا صعبت عليك؟ ولا أنت غير الناس حسيت باللي أنا فيه؟ هقول لك بس ما تتريقيش عليا، عشان حبيتك. والله حبيتك. إيه حبيتك؟ مش مصدقاني ليه؟ وأصدقك ليه؟ كنت شفت إيه من الدنيا ولا الناس عشان أصدقك؟ لا لازم تصدقيني. عارفة ليه؟ عشان إحنا الاتنين زي بعض، شبه بعض. لو أنت قلتي أي حاجة لازم أصدقك على طول، وأنا لو قلت حاجة لازم تصدقيني. وديني قلت أنا بحبك. طب أقول لك على حاجة تخليكي تفقدي الأمل إنه يرجع. هو مين ده اللي يرجع؟ حسن. حسن ده أنا شلته من دماغي، ما عايزاش أشوفه ولا عايزة أسمع اسمه. هصدقك بس برضه هخليك النهارده تشوفي بعينيك الاتنين ان ولا انتي ولا ابنه بقيتوا فارقين معايا. الموضوع انتهى خلاص، بس بشرط واحد يا مفيده.
بعدها تبقي بتاعت صوفا. قلتي ايه؟ فاهم وعارف كل حاجه هتقوليها من قبل ما تتكلمي يا زينب. اخر مره لما كنت عندي كنت عمال افكر وعقلي عمال يودي ويجيب. نشلت حسن يا زينب هو صغير لحد ما كبر. كنت بشتغل واشيل الهم. كنت عاوز يفضل بعيد ويفضل نظيف. ابوه كان دايما يوصيني عليه ويقول لي الا اخوك وشمس اختك ملهاش غيرك. انت الكبير. عارفه يا زينب اللي معذبني؟ اللي معذبني ان انا اللي ابتديت. انا اللي كسرت حسن. ضحكت على نفسي. كنت فاكر ان انا بربيه، لكن الحقيقه لا، انا كنت بكسره. وطبعا مستحيل ريم هانم تبقى في ضيافتي ما عبرلهاش عن سعادتي وامتناني وتقديري لعقلها. انت اندى الانسان قابلته في حياتي، وانسان دي كلمه خساره فيك يا مهدي، بجد خساره فيك. أنا عايز أتجوز يا محرم. كنت جاي بقى تعزمني على الفرح؟ كان كفاية أوي تكلمني في التليفون. أنا قلبي راح لحد تاني خالص. يا ترى مين؟ لبنى. لبنى دي حتى مني من كياني، لازم ابعدك عنها. ايه ما كفاكش اللي انت بتعمله؟ عاوز تدمر البنت كمان وتدخلها دوامتك يا حقير. لا ده بعدك، انسى لبنى، مش هيحصل. بس انا عمري ما فكرت فيكي ولا لفتي نظري ابدا. وبعدين عيب قوي اللي انتي بتعمليه ده. عايزه تاخديني من خطيبتي عشان اتجوزك انتي؟ خطيبتي دي تبقى مين؟ بنت اخوكي؟ انتي عارفه الناس لو عرفت اللي انتي بتقوليه ده هيقولوا عليكي ايه؟ عيب قوي. عيب قوي اللي انتي بتقوليه ده. كلك عقد وجسمك بينقط كراهية. متعتك انك تعذب الناس وبس، تعذب اي حد. لا لا، بس انا مش اي حد، انا ريم. ريم العقلة الجميلة الذكية. وعقلك يا ريم يوزن بلد، وجمالك بيفرض نفسه على اي حد قدامك زي ذكائك بالظبط ما بيسيطر عليهم كلهم. بوسي جزمتي. بس ازاي؟ أنا يتعامل معايا كده؟ واحد زي ده يلعب بمشاعري وعواطفي وأحاسيسي؟ أنا ريم يتعامل معايا كده من واحد حقير بالشكل ده؟